السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقدم 8 أولياء تلاميذ فيما مضى بشكاوى عديدة أكدوا فيها تعرض أبنائهم وبينهم تلميذات في القسم التحضيري لا يتجاوزن سن 5 لملامسات وأفعال مشينة ذات طابع خادش للحياء، ما جعل العناصر الأمنية تفتح تحقيقاتها في القضية، أدت لتوقيف الحارس ومساءلته جزائيا بعدما أكدت تلميذات مستجوبات أنهن تعرضن لملامسات خادشة للحياء في غرفة الحجاب، مع تقديمهن تفصيلات دقيقة لما جرى لهن من طرف الفاعل المتهم والذي منحهن حبة الحلوى. وأدان مجلس قضاء باتنا مجددا عبر تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية حارس المدرسة بعقوبة 5 سنوات حبس نافذة عن جنحة المساس بحرمة تلميذ قاصر لم يكمل 16 ومحاولة الفعل المخل بالحياء إثر الشكوى الجزائية والمدنية والتي تقدم بها أولياء الضحايا. كما طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تطبيق عقوبات قاسية على هذه الوحوش البشرية ليكونوا عبرة لغيرهم.